غموض الذي يأتي حول هذه المسألة وحول هذا الهجوم. بتقديرك الآن وفي ظل التقديرات وبحسب اطلاعك، من قام بهذا الهجوم، أو على الأقل من الأقرب لمن قام بهذا الهجوم؟ هل هي الفصائل المسلحة الموالية لإيران، أم تعتقدون مثلا بأن هنالك مجاميع مارقة كما تحدثت بعض الأطراف التي تطلق على نفسها بتنسيقية المقاومة العراقية أو غيرها بأنها هي من تقوم بهذه الهجمات منذ الأربعاء الماضي حتى يوم أمس؟ تفضل. تحية لك أستاذ أحمد، وأحييك على هذه المقدمة، وأحيي قناة التغيير على حضورك في تقديم البرامج وتقديم هذه المعلومات القيمة لما يحصل على خارطة الطاقة والحرب على الأرض، وأيضا أحيي جمهور التغيير. يعني صراحة أنا لربما لدي رؤية أخرى بما يتعلق بملف الطاقة في العراق. نعم، خلط الأوراق لربما هي العنوان الكبير لما يحصل في العراق، وبالتحديد ما حصل في السليمانية وما حصل قبل ذلك في أربيل. لربما الطاقة بشقيه النفط والغاز، إذا نعود إلى الخلافات بين الحكومة الاتحادية وقرار المحكمة الاتحادية وقرارات وزارة النفط العراقية، هي متعلقة بتسويق النفط فقط ومتعلقة بالشركات النفطية فقط، ولا تتعلق بشركات الغاز. لذلك عندما تكون هناك ردة فعل على الأرض لربما فيها جنبة سياسية أو جنبة أمنية، لربما تكون واردة من قبل جماعات إرهابية، لربما قبل دول لديها منافع يعني اقتصادية. لكن على إذا كانت القضية قضية غاز وقضية حقل كورومور متعلق بصراع الإقليمي للطاقة، أنا أستبعد أن تكون الفصائل المسلحة، وإن ربما التحقيق هو الذي سيفصل بينما كانت هذا أو يبوت بينما كانت الفصائل المسلحة وغير ذلك. لكن من باب الفرض، نحن نعلم بأن هناك شقين أو طرفين في المعادلة الإقليمية والدولية للطاقة أو الغاز بالتحديد، منتدى غاز الشرق الأوسط، وأيضا قضية بما يتعلق بخط السيل التركي، خط الأول والخط الثاني بالسيل التركي بين تركيا وروسيا. وأيضا نعلم بأن تركيا وقطر لديها علاقات بما يتعلق بهذا الملف. لذلك يعني قضية ربط غاز الإقليم، إذا تكلمنا عن الطاقة الإنتاجية لحقل كورومور الذي لحد هذه اللحظة نتكلم في هذا البرنامج لا يتعدى 453 متر مكعب في اليوم، 453 مليون متر مكعب في اليوم. يعني هذا طبعا فقط يستخدم، طبعا يستخدم الغاز السائل، وايضا المتعلق بتوفير المنازل والامور الداخليه في اقليم كردستان او الاستهلاك الداخلي، وايضا بما يتعلق بتشغيل محطات الكهرباء. النقص الذي موجود في يعني لسد الاستهلاك او لسد النقص للاستهلاك المحلي في اقليم كردستان اكبر من هذا العدد. اذا نتكلم على الانتاج بان هناك شركه نفط الهلال الاماراتيه وشركه دانا غاز بقيام بتوسعه في كورومور تصل الى 700 حسب يعني ورد في رويترز في نيسان 2023، لربما اذا نتكلم من باب الفرض بان عمليه استباقيه، انا لا اعتقد بان هذه العمليه الاستباقيه لربما في ظل المعطيات السياسيه الموجوده في ظل المعادله، انه اقليم كردستان يستطيع والاتحاد الوطني الكردستاني بالتحديد يسمح ان يكون غاز الاقليم بتسويقه كما هو نفط الاقليم. لذلك لربما لو كان الحقل في مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني لربما الاخذ بهذه الفرضيه لربما نستطيع ان نقول فيها صحه، لكن وجود هذا الحقل في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني ورؤيه الاتحاد الوطني للغاز وتسويق الغاز وانتاج الغاز لربما تختلف نوعا ما. رؤيه حكومه اقليم كردستان بصوره عامه بما يتعلق بالنفط والغاز، يعني كل على حده، النفط للحصول على ايرادات لتمويل رواتب الموظفين المتقاعدين والامور الاخرى في 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 بما يتعلق ب يعني الامور التشغيليه في اقليم كردستان. اما الغاز فالاولويه لدى حكومه اقليم كردستان ليس للتصدير، ليس لربطه بانبوب الناقل الى تركيا، وانما لسد الاحتياج الداخلي او النقص في الاحتياج الداخلي لاقليم كردستان. الان هناك محطات توليد الطاقه في اقليم كردستان متوقفة عن العمل لعدم توفر الغاز يعني الكمية الكافية من الغاز، ويعني عدم رفع الميجا واط للطاقة الكهربائية أو الطاقة الإنتاجية الكهربائية في إقليم كردستان متعلق أيضا بعدم إمداد هذه المحطات بالغاز الكافي. إذن المعادلة أولا سياسية تكلمت لك بأنها موجودة في حدود نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني، رؤية والثاني متعلق بحكومة إقليم كردستان ورؤيته في استخدام الطاقة ومنها النفط كما قلت للتمويل والغاز للاستهلاك المحلي. الأمر الآخر بما يتعلق بالشأن الاتحادي، يعني لربما هناك نوع من الخلاف، لكن الآن في هذه المرحلة
لربما لو كان قبل استقالة الكتلة الصدرية وقبل يعني إعطاء يعني نوع من التقارب بين الحزب الديمقراطي الكردستاني أو إقليم كردستان بصورة عامة وقوى الإطار التنسيقي، لربما كان الحديث في هذا الأمر ممكن. لكن الآن في ظل هذه المفاوضات الحالية أنا أعتقد بأن الظروف مؤاتية، وبالتحديد هذا الحقل يقع في منطقة الاتحاد الوطني الكردستاني هو نوعا ما الذي تفاهم مع قوى الإطار التنسيقي. أنا أعتقد يعني استنتاجا أو استقراءا لما أسلفت، القضية تتعلق بخلط الأوراق نوعا ما. الأوراق ليس كما قاله الهيئة التنسيقية للمقاومة حتى لا يفهم بهذا الشكل، خلط الأوراق أنا أقول داخليا لربما هي محاولة لإبعاد الاتحاد الوطني الكردستاني عن مشهد معين، أو محاولة للصراع الاقتصادي لربما للضغط على إقليم كردستان لأمر معين غير الأمور المتعلقة بتشكيل الحكومة. بهذا المنطق نستطيع أن نستنتج بأن وفق ما موجود في المعادلة الإقليمية بما يتعلق بالغاز تحديدا، وحضرتك في المقدمة ذكرت أمر مهم جدا، قضية روسيا وأوكرانيا والغاز، إمداد الغاز لأوروبا. نعم هناك محاولات لتعويض الغاز، لكن لا ننسى بأن منتدى غاز الشرق الأوسط دولتين ثلاث دول أوروبية يعني منضوية في هذا المنتدى، ولربما الآن تركيا هي التي ستتضرر بإيقاف خط السيل التركي الأول والثاني الذي لديه به علاقة قوية، ولربما أنا أعتقد بأنها جزء من البعد الاقتصادي لتركيا مع روسيا، وإن كانت تركيا لربما لديها تحفظات على الحرب الأوكرانية. لكن المعادلة ببعد النظر وتضارب الأجندات الإقليمية والدولية بما يتعلق بملف الطاقة نأخذ منها الجنبة السياسية، نعم أنا أتفق مع ما تقدمت به، لكن الغاز الإقليم لا لربما لم يصل إلى هذا الحجم حتى يأخذ الجنبة السياسية الإقليمية والدولية. إذا نفترض بأنها عملية استباقية لربما، ولكن ليس في هذه اللحظة، الوقت والمرحلة ليس مناسبا. الغاز الإقليم بالمناسبة وفق الطاقة الإنتاجية فيها جنبة اجتماعية لحد هذه اللحظة، يعني بمعنى آخر إذا توقف حقل كورومور عن العمل المتضرر ليست القيادة السياسية، المتضرر هو النظام الاجتماعي أو المجتمع باعتبار هذا الحقل يوفر الغاز لمحطات الطاقة الكهربائية وأيضا الغاز السائل للمنازل. إذن الحكومة العراقية ستكون أمام أمر الواقع أن توفر الطاقة، أمر آخر بتوفير الطاقة الكهربائية وقضية طيب. الغاز السائل للمنازل. إذن سيكون هناك احتكاك اقتصادي للحكومة وضغط اقتصادي على الحكومة العراقية، وحكومة إقليم كردستان أنا ذاك سوف تحمل الحكومة العراقية بتعويض ذلك باعتبار الخلاف بين أوريلو وبغداد ليس خلاف الغاز وإنما هو خلاف النفط.